الله هذا الافتتاح مشرفا بكل أبعاده. هذا الافتتاح سعدت جدا أن يكون مفتتح هذا المسجد هو مدير عام إذاعة القرآن الكريم أخي وصديقي وزميلي العزيز الإعلام الكبير الأستاذ بهاء عبادة، والذي جاء بصحبته فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك وأيضا المتهد شعبان عبد الجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عزيزة يكن بمنشأة الأوقاف مركز طنطا بمحافظة الغربية، مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في افتتاح هذا البيت العامر بعد تجديده وتوسعته، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه، إنه ربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، وسعادتنا غامرة في هذا البيت العامر، فبيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض المساجد، وسعادتنا غامرة بأن نكون بينكم بين أناس يحبون بيوت الله ويقيمون شعائر الله تبارك وتعالى. وسعدت أيما سعادة بتواصلي أستاذي وأخي الأكبر الأستاذ عماد غنيم الذي تتلمذنا على يديه في إذاعة وسط الدلتا، فله كل التحية وله كل التقدير والإكرام. كذلك سعدت جدا بتواصل الأستاذ وائل حسن الذي كان دائما التواصل معنا في هذا المكان المبارك لإقامة هذه الأمسية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر لهم سعيهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة الأحباب، وإذاعة القرآن الكريم جاءت إليكم في كوكبة إعلامية دينية متميزة، معنا أحد أعلام قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، قارئاً للقرآن في هذه الأمسية المباركة، ومعنا أيضاً مبتهلاً وأحد أعلام مبتهل الإذاعة والتلفزيون فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل في هذه الساعة المباركة وفي هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من قام عليه واستمع إليه خير الجزاء، إنه ربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستهل أمسيتنا ونستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من القول على الكافرين. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آلهة
لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Thank you.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على خلق مثلهم بلى وهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. أبويا الغالي ستنا كيف الحلقة يا سبحان رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل لجانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. لا إله إلا الله. لا والله أكبر ولله الحمد. لا
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من ساحة مسجد عزيز يكن بمنشأة الأوقاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك يا ربنا من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها الإخوة الأحباب،